مباشرة يتم أي شخص يتم إنقاذه يتم أخذه إلى المستشفيات للعناية. نحن نتحدث عن 53 ساعة إلى أو أكثر من 53 ساعة منذ بداية الزلزال إلى الآن، كل الأشخاص الذين يوجدون تحت الأنقاض ويتم إنقاذهم يؤخذون إلى المستشفيات من أجل العناية المركزة. وعلاقة بسؤالك، تم إنقاذ طفل يبلغ من العمر سنة واحدة، ليس خلفي، ليس في هنا في ديار بكر، لكن في منطقة شاني أورفا، حيث تم إنقاذ طفل يبلغ عاما واحدا من تحت الأنقاض، قضى 53 ساعة تقريبا تحت الأنقاض في درجة حرارة جد منخفضة. هذا المؤشر لديه فرحتين، الأولى تكمن في إنقاذ هذا الطفل وهذا الصبي، والمسألة الثانية يمكن القياس عليها في إنقاذ أرواح أخرى، وتعطي تحفيز أكبر لرجال الإنقاذ والدفاع المدني والقوات التركية والجيش التركي من أجل التحفيز والبحث عن ناجون كثر. هنا في هذا الاتجاه توجد عديد العائلات تنتظر لعل وعسى تسمع صوت من سكان هذه العمارات. إذا ما استطعتم الرؤية هنا تلاحظون أن هذه العمارة مثلا العمارات التي توجد خلفي هي المفروض أنها العمارات الخلفية، العمارة التي كانت في الأمام اختفت تماما، التي تعتبر الآن لكل من كان يقطنها يوجد تحت الأنقاض. العمارة التي تتكون من 16 يعني طابقا ومن 16 شقة أقصد من الجناح الأيمن و 16 في الجناح الآخر، تراها أنها إلى حدود الساعة بقت قائمة في العمارات الخلفية، بينما 16 شقة أو التي توجد في وسط العمارة قد دمرت تقريبا من هذه من الواجهة الأمامية. العمارة التي كانت في الواجهة في هذا الاتجاه سقطت تماما، ويحاول رجال الإنقاذ أن يصلوا إلى أحد الناجون، لعل وعسى هناك أمل، نراهم يرشون الماء كثيرا حتى لا يؤثر الغبار على من هم تحت الأنقاض. هذه العملية، عملية الرش، تساعد في الغبار لا يقوم بخنق من هم تحت الأنقاض، وكذلك أن تتم العملية بسلاسة بدون أن يتم يعني إخافة من هم تحت الأنقاض. كذلك عملية الرش لا يجب أن تكون قوية حتى لا تغرق كذلك من هم في الأسفل، وبالتالي نحن أمام عملية إنقاذ جد معقدة. هذه الكارثة الطبيعية وهذه الكارثة المأساوية التي ضربت بها تركيا أو الجنوب التركي وضرب بها كذلك الشمال السوري، يعيد إلى الأذهان زلزال عام 1939 الذي كان كارثيا هنا في تركيا، وهذا تقريبا ثاني أسوأ كارثة طبيعية تصاب بها تركيا، واعتبرت أنها كذلك أسوأ كارثة طبيعية في القرن الحديث. في هذه المنطقة التي نحن بها هنا بديار بكر تم إفراغها كاملة، يعني حتى المناطق السكنية الأخرى التي كان يوجد بها سكان تم إجلاؤهم وإلى ولايات أخرى، وبالتالي الولايات التركية في هذه المناطق التي توجد تحت الخط الزلزالي ولا تزال مهددة بهزات أرضية مستقبلا، هناك احتمال الخبراء يقولون، لكن الجانب الإيجابي أن الخبراء يقولون أنه لن يتعدى 5 درجات على سلم ريختر، لكن طالما أن الزلزال قائم يمكن أن تكون هناك عديد المفاجآت، وبالتالي الكل يحاول هنا في ديار بكر أن يقوم بجهده سواء على مستوى السلطات التركية أو على مستوى المجتمع المدني أو على مستوى الداعمين من دول ومن مجتمع خارجي، سواء من الدول الغربية والأوروبية خاصة أو حتى من دول أخرى عربية وأسيوية، والكل ينظر إلى هذه الأنقاض التي لا يريدون إزالتها بطريقة سريعة حتى لعل وعسى يستطيعون إنقاذ روح كما تم إنقاذ الطفل اليوم في ولاية شاني أورفا.
طيب إلى أين يعني مراكز الإيواء هل هي مهيئة لاستقبال هذه الأعداد الضخمة محمد؟ لأنه تم الحديث عن توفير عدد من الأسرة في عدد من الفنادق والكثير من الأماكن السياحية. نعم نعم، السلطات التركية أثنت البارحة على رجال الأعمال وعلى رجال الأعمال الأتراك الذين عديد منهم جهز فنادق للاجئين للإقامة فيها وفق سيارات الإسعاف والشاحنات العسكرية تقوم بنقل اللاجئين من هذه المناطق المتضررة إلى مناطق آمنة، وهذه المناطق غالبا تكون بعيدة. كذلك تم فتح جسر جوي لعشرات الطائرات التركية التي باتت تنقل اليوم وكل فترة منذ بداية الزلزال تنقل من يتم إجلاؤهم إلى مناطق آمنة، وبالتالي أصبح الطيران الداخلي للمواطن العادي أو للمسافر العادي أصبح شبه مستحيل، لأن الأولوية الآن في تركيا هو إنقاذ ما يتم إنقاذه، أولا إنقاذ المدنيين ومن هم ليسوا بمتضررين بشكل مباشر، ومعالجة أو نقل الضحايا المصابون إلى المستشفيات، والبحث تحت الأنقاض. وهذه العملية هي العملية الصعبة، أن تظل تبحث عن إبرة في بحر في أطنان من الركام، نتحدث عن أكثر من 5000 مبنى تم تدميره من طرف هذا الزلزال، نتحدث عن أكثر من 5000 قتيل في هذا الزلزال، وبالتالي كأنه إلى حدود اللحظة كأننا أمام قتيل لكل مبنى، يعني أكثر من 5000 قتيل وأكثر من 5000 مبنى تم تدميره. لكن السرعة التي يرتفع بها الكشف عن الوفيات يبدو أننا نتجه إلى أرقام مخيفة. كان يوم الاثنين صباحا تحدثنا عن منتصف النهار عن 1000، مع نهاية يوم الاثنين أصبح العدد 2000، اليوم يوم الثلاثاء يوم أمس كان ارتفع العدد إلى 3000، الآن أكثر من 5000 ويقترب من 6000، ويمكن أن يكون يتغير وأنا أتحدث عن الهواء. وبالتالي هذه السرعة التي يرتفع بها سواء أرقام الموتى أو القتلى في هذه الزلازل أو في التي ضربت جنوب التركي أو كذلك المصابين، تجعل أن الكارثة هي مأساوية بكل المقاييس، وتحاول كل من يستطيع يحاول أن يحد من تداعيات هذه المأساة بإنقاذ أرواح على الأقل لتخفيف عن الأسر المتضررة.